السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديوهات. فيديو اليوم راح يكون في دمج بين فيديوهين، فيديو فتحت بقجات وفيديو تاني للعبة. فبتمنى انه يعجبكم الفيديو. اذا كنت اول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وكل فيديوهاتنا السابقة. وكمان بتمنى ما تقصرونا بلايكات وتعليقاتكم الحلوة، لانه لايكاتكم وتعليقاتكم كتير مهمة بالنسبة للفيديوهات. وشي تاني بالنسبة لروم اليوم المساء، فبتمنى الكل يكون موجود. قبل ما ابدأ الروم راح افتح بس مباشر، وانا احط لكم الاي دي بس تدخلوا كلياتكم على الروم. يصير عدد الروم 100 شخص، راح اسكر البث وصور جيم عادي. وبالنسبة في شغلة تانية كمان حابب اقول لكم اياها قبل ما ننهي المقدمة، راح احط لكم حساب بوبجي بالمقدمة، فاللي حابب يشتريه او يعرف حدا بده يشتريه فيه يتواصل معي على انستغرام. ولهون بكون وصلنا لنهاية المقدمة، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم. خلينا نبلش بالصناديق. وين الكلاسيكي؟ يا بسم الله، قول يا رب. يا خذ اول 10. طلعنا اللبس اول 10. شو بدي براس التمساح انا؟ شو بدي مسدس هذا انا؟ اقول ما بدي كل هدول، والله طلع لي باقي، عندي باقي، عندي راس التمساح اعطيتوني، باقي اعطاني.
اعطوك باقي. اعطوني باقي الاحمر يا زلمة، شو صار؟ شوفه شو بعرفني انا؟ الموبايل. كيفك؟ شو صار؟ ما فهمت. يعني ايش صار؟ ما عرف طلع، حتى اخر صناديق ما اعطوني اياها، ما بين عندي شو طلع لي. جوز ضعف نت. شامل بعت لي طلع. هذول اخر 10 راح افتحهم. شو بدي بالخوذة؟ انا وحظي. افتح وحدة. اعطوني بوت، شو بدي اعمل بالبوت انا مثلا؟ يا الهي اطلع وارجع، اطلع وارجع، الله اطلع من اخر هذا وارجع عليه. ما بيعطوني، عم يعطوني بواط يا زلمة. بحس انه انا كثير مشتاق لبواط. ماشي، قول له انا فاتح محل بالي. هاي اخر 10 على حظ اخر مين؟ 10 حظ حمودي ابنك. حظه اعطوني لبس. اعطوني 6 صناديق نشوف شو بيطلع لنا. ولاد ما في حظ. عمي بسم الله افتح. ماكو حظ ابو شريف، ماكو حظ. عندي اياها. تنتن. اعطوني شنطة، كتر خيركم. ليك صار 3 مرات عم يعطوني راس شو اسمه الحوت، شو بدي فيه يا زلمة؟ القرش ما بعرف، حوت ما بعرف شو دينه هذا. اعطوني 100 فضية. الله يسامحك. على هالحظ الخزعبل اللي عندي يا الله. خلينا نروح كمان على شو اسمه، نروح كمان على كلاسيكي. يعطوني الكار، اعطاش الشدة. خالصين. ما أنا دولاب الحظ، عجلة حظ. أم بيجون شي سي فاكن برجي شو سي تي داونت هنا نو فاكر هيروياك جمرة قطعة كوت دي ولا ولا ياك تانيرا يا خديه. بسم الله. لا 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 يلا خلينا نبلش بال 500. 10 10 بلش. ما تقرأ شو؟ لا كلهم بخفاف والله يا بولو. بعد طلب نمشي، بعد طلب نمشي. موجود. عليك دقيقة. على كان بيعطيك إجباري ستيفا من
شو هلا؟ كلهم بخاخات، كلهم بخاخات والفضيات عم يعطوني. اعطوني لبسة. حلو والله اللبسة ما بتطلع بسرعة. مجموعة حلو. اعطوني لبسة. تنشوف هون شو في خمس بخاخات. شو بدي بالبخاخات يا عم؟ اعطوك اللي فور ولا لسه؟ لا لسه لسه جديد هو بدا. لا الله يلا بدي غمض عيوني. انت لا بتجيبه 160 بدك 2000 كمان. لا كان على اللحظة بدها تيجي على الانفور يا زلمة. هي كم مرة بتصير جوان؟ هي على حظك جوان، هي على حظك. ضل عندي 2000 شوي. مالي حظي والله. لا تجرب على حظي ولا بتندم. حظي نحس من يوم يوم. اعطوني مظلة. حلو معناها الحظ فيه خير. في خير شوي على حزمتش. لا يسترعى تكتر حز. كم صار عدد اللفات؟ 114. ما راح يشوفه. بدك يسار ممكن بس راح تقرب. اعطوني قطعة، اعطوني قطعة ثانية. يلا يلا اعطوني قطعة ما بدي انفرجني. اذا بيعطوا شغلة مرتين مرة خارج تقرب. بس اخذت كل شيء تقريبا. اعطوني الخوزة. حلو ما في شيء غير الانفور. ما بيعطوني. لا عم كمد. اعطوني خوزة ثانية. هي مو خوزة اصلا، هي غطاء. لك لا شو لوين وصلت؟ شو صار؟ ما ضل عندي شداد. باين عندي 300. عم بفتح تبع الستينات. كم صاروا عدد لفات؟ 150 تقريبا. بدك لسه شي 2000 لحتى توصل. لا يا الله. هاي 60 ثانية وخالصين. اخر 60 على الاقل تطلع القطعة. ما طلع شيء. لا حرامي. سرق لي كل هواء. في يوم بي طرف قدام. وين طرف يوم بي؟ ليك عندي. تبغوا فوق
كيل يلا وين انت؟ يلا كفو كفو انا هون بالحاوية المفتوحة. يلا يا الله عن تح هذا بده؟ اعطيني ثلاثة لأبو شريف اعطيني ستة. لا انا بدي ستة. انا ما ام يعني. يا سكار طيب. اعطيت كل شيء كهرمان لك علي ايش اسمه كلين بدي اترك لك كلين. يلا اطلع يلا 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 شاري شاري خلهم تفاجا ما خلوا له ولا سكوب. لا بعطيك ثلاثة وأربعة أيوة ايش بدك تعمل هيك سيف عدا. والله سرقة الكلات تشتغل شغلة. ايش شو عليه اشتغل في دقيقة الرمان تلعب في ظهرك دقيقة. او شريف انت مجرب رمانات شيء ما بظن اعطيتك رمانات انا ما يخ شوف كم قنبلي ما خمس قنابل جرب وضرب مثل قلتهم مثل قلتهم جرب وضرب مثل قلتهم اتوقع نوك شو؟ تعال لا اجل لك لا يا ابو شريف لا عشان ولا شو عليه؟ جوالتين قلعين بالعين والسن بالسن والبعد أظلم هو إلي شو عليه أبو شريف؟ لسه ماي قنابل لسه ماي شوف في عندي لقلقة تمام؟ جيب سيارة كا كا أجوني جماعة الباقي أنا مثلا تعو جبتوني هنا عندكم صودر اوه ماي جاد يعني ليش عم تضربه وتروح رصاص على الفاضي بس شيش كاور ما شو هذا روح نضرب فلير روح اضرب فلير ها ليك البقي على يسار وراك بس ليه ده شفته؟ ليه قدام؟ حاضر فلير أنا. خلينا نهيل بس شوي. ليكم. Enemies ahead. هيك شوات. وينه؟ جوا يا زلمة طلقاته مثل النار. استنى أبو شريف. ما يباشش كفو لك علبي لك علبي بدها قطعة كبير لو بخاخات لحكي كيف اجت سيارة يا شباب حظنا بنعرفه. انا مالك شامل. صوت. يخرب طاسك. منيتك يا ابو شريف هذا درع ثلاثة دب درع ثلاثة ما
تضرب انت ومنيتك. ها باقي عم جايب شباب يطبخوا يفنشوا. والله انزعجت من شوي، فتحت صناديق وما طلع لي شيء، انزعجت. يا الله عربي له. عارف ليش؟ عارف ليش ما طلعوا شيء؟ ليه؟ انا قلت له قول يا حمودي يا روحي يا حبيبي، بعت لي 3000 شدي ما فات. انا هيك الله جزاه يعني. 100 خيو 100000، 100000 يبعث لك. لا ما بدي 100000، 3000. لا 100. كم طالع له؟ هي قاعد تبلش تاكل هواء انت الثاني. خلاص خليك. صوت 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 صوت. ليكو ليكو ليكو. سيارتي سيارتي سيارتي. انا بضرب على الدمج هذا واخر شيء بيحصل. ضربتهم سوا هيك، ضربت قنبله. يا تفوت ايه قنبلتك اجت لعندي يا بني ادم. وقع كيس وما حد يخاف، ما ابو شيء خالص. شو ما ابو شيء خالص يا زلمه؟ قنبلتك كان بدها تشيلني الي. لو منزلني هذا من ورا قنبلتك كان لعنا بطاسي. فنش فورا. لسه 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 في واحد، لسه في واحد. الرابع تبعه، الرابع تبعه. ها ليكم قدامنا. ضرب 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 ضرب. قدامنا قدامنا عندنا. سكت لعبة مفجرين اللي شو اسمه. استنوا استنوا ايه مات. تعرف في سيارة باقي فوق. اوه يا الهي شو صار؟ اخ شو صار؟ لو كنت تشوف كيف جبته بتقول شو صار. ابو الباقي اللي فوق. سيارة سيارة سيارة. لفوا 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 لفوا. طلع 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 الجبل. استنى وين هم؟ ليش صاروا هون؟ اختفوا اخر شيء. رح يكونوا هنيك. ليكو فرقتوا عليه. أول مرة بحس إيه مسابت. إيه بمساعدة دمجي. لا والله والله هذاك أنت ما شفتوه خالص. والله شفته. هذا بالبرد. بس صوت صوت. سيارة باقي ورانا ورانا. بس صوت أبو شريف. أنت ما بتحكي غير بالضجة يا أبو شريف، غير بالمواجهات بتصير بتقر قر 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 قر. اوكي انفجر فيني الباقي. باقي واحد وينه؟ باقي واحد. هذا هذا يا زلمه كيف شلته؟ هذا بيقول عني هكر. يا زلمة أولي مكمبر ما عم يطلع، حاجة تخوفه. يا أخي صوته هيبي هيبي هيبي. ما اسمع لك هاي 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 أقوى. علقت عندي أول شي ما كانت تضرب. لسه مو عيب. ها
والله انزلوا وخوفوه يلا. احلى شيء زي يكون هاكر يا زلمه ومخبي حاله عم يلعب علينا. خلينا شوفوا خلينا مع بعض خلينا مع بعض. ليكو 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 ضارب سموك ليكو. شو رايك بحارقة؟ لا مو حارقة بس تعالوا مع بعض تنشوف وين هو اول شيء. وسموك اسمع اسمع ها تمويه سموك ها؟ ايه ايه ها تمويه هو عم يضرب سموك بس الله عليم وين هو. كوا 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 وين هو؟ هو بين الدفات شايف الشاحنة؟ عند الدفات عند الشاحنة بين الدفات. حزت سموك بالطابة ليك قدامي. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن شو عملت فيه؟ بالطواي بالطواي لك بربك ولو بربك ولو انا تمسح اللعبه علي. وينك وينك انت وين انت؟